بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن في آخر ثلاثة أعلام ذكرهم في رسالته، وكنت عددت الأعلام كانوا 80، فأعدت عدهم مرة أخرى وجدتهم 83. 83 علم، كنت أخطأت في العدد أول مرة. العلم رقم 81: أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصر أباذي أو النصر باذي، نسبة لنصر أباذ محلة في نيسابور، يعني مدينة في نيسابور. ونيسابور موجودة الآن في المنطقة اللي هي بين باكستان وأفغانستان، في المنطقة دي. الفاتحة لروحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ خراسان في وقته، صاحب الشبلي وأبا علي الروذباري والمرتعش، جاور بمكة سنة 66 و300، ومات بها سنة 69 و300، يعني زاد على 100 عام في العمر. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكان عالما بالحديث كثير الرواية. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت النصر أباذي يقول: إذا بدا لك شيء من بوادي الحق فلا تلتفت معها إلى جنة ولا إلى نار، فإذا رجعت عن تلك الحال فعظم ما عظمه الله. أي إذا أخذتك دهشة أو وجد أو حال استولى عليك في حال سلوكك إلى الله، فلا تلتفت لخوف ولا لطمع فيما أعده الله، ولكن التفت لما عليه الله من عظمة ومن جلال. فإذا أفقت مما أنت فيه تعود إلى ما أنت عليه في الأول من تعظيم ما عظمه الله ومن تحقير ما حقره الله. فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده من النار فلا تستهين بها، ويرغب عباده في الجنة فلا تستهين بها.
فتلتزم الأدب مع الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولكن عند استيلاء بعض الأحوال على العبد قد يقول كلاما يستخف بالجنة والنار، فيقول لو كان رضاك في النار فأدخلني فيها، ولو كان غضبك في جنتي فابعدني عنه في جنتك. مثلا بعض الصالحين كان يقول بعض الكلام فيه نوع استخفاف بالجنة والنار لغلبة الحال عليه، فيقول لو لم يكن هناك جنة ولا نار لعبدتك لأنك أهل لذاك. فيستشف منه بعض الناس أنهم يستهينون بالجنة والنار، والواقع أنهم لا يستهينون، ولكن هي غلبة الحال. فإذا غلبه الحال قد يتكلم كلام في هذه الحال، ثم إذا عاد لما كان عليه من كمال التكليف يعود إلى تعظيم ما عظمه الله وإلى تحقير ما حقره الله. إذا بدا لك شيء من بوادي الحق، يعني غلبك، بدا يعني ظهر، مش أنت اللي أظهرته، ظهر لك. والظهور يكون على محض الغلبة، كأن الله سبحانه وتعالى أظهر لك شيء فاستولى عليك وعلى حسك وعلى جوارحك. ففي هذه الحالة لا تلتفت معها إلى جنة ولا إلى نار، فانشغل بما أورده عليك، ولا تنشغل أنت بما تخافه من نفسك أو على نفسك. فإذا انجلى لك هذا الأمر وانكشف تعود إلى ما أنت عليه من الخوف والطمع. ولا فإذا رجعت عن تلك الحال فعظم ما عظمه الله. وسمعت محمد بن الحسين يقول قيل للنصر أبادي إن بعض الناس يجالس النسوان، يعني النساء، هي لغة فصيحة لكن المصريين عندهم كلمة النسوان دي كلمة لها وقع سخيف في لغة المصريين، لكن هي من ناحية اللغة الفصحى فهي صحيح لغة. النسوان يعني النساء. إن بعض الناس يجالس النسوان ويقول أنا معصوم في رؤيتهن. في بعض الناس بتحصل الحكاية دي، يقول لك أنا لا أنظر لمثل هذه الأشياء لأنه حصل له نوع من الترقي بحيث أنه هو ليس عنده هذه الشهوة، فيدعي ذلك ويقول ذلك. قد يكون صادق وقد يكون غير صادق. فقال ما دامت الأشباح باقية، يعني ما دام الإنسان ما زال في هذه الدنيا الدار الفانية التي تقوم فيها الروح داخل الشبح وهو الجسد، فما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهي باق، فعليه ألا يلتفت لما هو عليه من ترقي حتى لا يقتدى به، على الأقل لا يقتدى به، وقد يفتن هو دون أن يشعر. فما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهي باق، والتحليل والتحريم مخاطب به، ولن يجترئ على الشبهات إلا من تعرض للمحرمات. هذا واضح. وسمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول قال النصر أبادي أصل التصوف، الأصل هو ما ينبني عليه الشيء، والأصل أيضا يكون الدليل، والأصل في القياس هو المقيس عليه. فكلمة الأصل بتختلف حسب الباب اللي بيتكلموا فيه. فالأصل هو ما ينبني عليه الشيء، أو هو دليل الشيء، لأن دليل الشيء أيضا ينبني عليه. فأصل التصوف أي ما قام عليه التصوف وبني عليه ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد اللي هي الذكر وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. يبقى هي دي الأعمدة التي قام عليها التصوف. ولا أعتقد أن في إنسان يعترض على التصوف يعترض على هذه الأعمدة أصلا. فالذي اعترض على التصوف لم يطلع على كلامهم، واطلع على فعل بعض جهالهم فظن أن فعل الجهال دليل على أن هذا هو فعل التصوف، فاعترض على ما رآه وظن أن ما رآه من جهل هو التصوف، والواقع أنه غير ذلك. أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع
يعني بتهذيب النفس وتعظيم حرمات المشايخ لأنهم هم الوسائط الذين يوصلون إليك مفهوم الكتاب والسنة عملا واقتداء وفعلا وروحا ووراثة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذا بيدك فيختصرون عليك الطريق، ورؤية أعذار الخلق يعني تعذر الناس ولا تعتبر نفسك فوقهم، ويكون عندك سرعة انتقام، حب سرعة انتقام وحب سرعة حكم على الناس لشعورك بالتميز، ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الذكر للأوراد. إذا ألزمت نفسك بأوراد معينة تلتزم وتداوم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يعيب على الإنسان الذي يواظب على طاعة فيقطعها وينذر طاعة فلا يوفي بها، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، ويترك بقى ايه فعل الرخص. الرخص مش الرخص الشرعية، ولكن هنا الرخص هو الاقتصار على الواجبات مع عدم فعل المستحبات، لان المستحب يقول لك لا يأثم فاعله ولا يأثم تاركه ويساب فاعله، ده المستحب او السنة، يوم يقول خلاص مش مهم ادم لا يأثم يكفي ان انا اعمل الواجب فقط، او مثلا يكون مفرغه ربه فيؤذن للصلاة، فلما يؤذن للصلاة افضل الاعمال الصلاة لوقتها في اول الوقت، ومعروف ان من الرخصة ان الوقت متسع له ان يأتي بها في اخر الوقت قبل ان يؤذن للوقت الذي تليه، يوم يؤخرها لانها واجب موسع. هذه كلها رخص لا يجوز ان الانسان الذي يسير في طريق التصوف، بل طريق التصوف مبني على العزائم، اساس مبني على العزائم والاخذ بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ربك سبحانه وتعالى امره ان يأخذ الامر بالعزيمة والقوة والهمة والارادة، وكلما قويت الارادة والهمة كلما صح النهاية وصح السلوك. وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، والتأويلات اللي احنا قلناها اللي هو مذهب فطوط، واخد بالك، يقول يعني وانا هقطع نفسي، ما انا بعمل على قد ما اقدر، انا بعمل على قد ما اقدر، هعمل ايه، ما هو ربنا شغلني في اعمالي وعندي اولاد فلازم اقصر في الطاعة شوية، ما يجراش حاجة يعني، وانا هموت نفسي بقى ويروح نايم. طب ما بتصليش الفجر ليه؟ اصل برجع من شغلي تعبان وانا هقطع نفسي. حتى مجرد الهمة يبقى عنده الهمة دي انه هو يستيقظ ما عندوش، ليه؟ لانه هو عاذر نفسه، عاذر نفسه. فلما تعذر نفسك تقوى عليك، لكن على الاقل لوم نفسك، لان لما تلوم نفسك تريد انك انت تصلحها بقى، يبقى في مجال انك تصلح، لكن اول تأويل معناه الرضا عن النفس، والرضا عن النفس معناه الانتكاس في الطريق الى الله. ومنهم أبو الحسين علي بن إبراهيم الحصري البقري، الفاتحة لروح أبو الحسن. احنا نسينا نقرأ اللي في الهامش في العالم السابق، أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصر أبازي، نقرأ ما في الهامش. ومن كلامه أنت بين نسبتين، نسبة إلى الحق ونسبة إلى آدم. مش أنت عبد الله؟ مش أنت عبد الله؟ عبد آدم، الله اللي هو الخالق، ففي نسبتين، نسبة العبودية ونسبة الربوبية، فأنت بين هاتين النسبتين، نسبة إلى الحق ونسبة إلى آدم. فإذا انتسبت إلى الحق دخلت في مقامات الكشف والبراهين والعظمة. يعني إذا انتسبت إلى الله وقويت هذه النسبة بقيامك بحقوق الربوبية مع كمال التحقق بذل العبودية، تقوى النسبة هنا، نسبة الربوبية فيك. فإذا قويت يحصل بقى الكشف والبراهين والإيمان واليقين وغير ذلك من الكرامات.
وهي نسبة تحقق العبودية. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي، شوف نسبهم إليه، عبادي، ما قالش إن العباد، ليس عبادي، أي إذا انتسبوا إلي فلا سلطان، أما لو تركوا نسبتهم إلي فكل السلطان له بعد ذلك. يدعو حزبه، حزبه منسوبين إليه، ليكونوا من أصحاب السعير. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإذا انتسبت إلى آدم، آدم هنا بمعنى العبودية مش آدم النبي، لأن آدم النبي ده منسوب إلى الله، فآدم هنا بمعنى العبودية، ولا يقصد إساءة الأدب مع سيدنا آدم النبي، ده رمز، رمز لإيه؟ للعبودية بس، بدون النسبة، بدون النسبة إلى الله. وإذا انتسبت إلى آدم دخلت في مقامات الظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن كلامه أيضا الأشياء أدلة منه ولا دليل عليه سواه، يعني كل ما سوى الله أدلة من الله، أدلة من الله، ولكن الدليل الحقيقي على الله هو الله، لأنه هو الذي ظهر في كل شيء، هو الذي ظهر في كل شيء. كيف تفهم معنى الظاهر؟ فهو الظاهر الباطن، الظاهر لأنه أظهر من كل شيء، ولأنه أظهر كل شيء، ولأنه الظاهر في كل شيء صفاتا وتجليات وفعلا وتصرفا وتدبيرا سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر بهذه الظهور فلا تكون الأشياء أدلة عليه، بل يكون هو الدليل عليه، بل لولا وجود الله ما كان هناك موجود أصلا، لعاد كل شيء إلى العدم، لأن لولا الإمداد لفنت الأشياء وعادت إلى ما كانت. ولذا يقول: الأشياء أدلة منه ولا دليل عليه سواه. ومنهم أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري البقري، سكن بغداد، حررها الله وسائر بلاد المسلمين، وأزال من بيننا الفتنة، وألف بين قلوبنا بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عجيب الحال واللسان، شيخ وقته ينتمي إلى الشبلي، مات ببغداد سنة 71 و300. قال الحصري: الناس يقولون الحصري لا يقول بالنوافل، يعني مش مواظب على النوافل، لا يقول بالنوافل، يبقى القول هنا بمعنى الفعل، لا يقول بالنوافل يعني مش مواظب على النوافل، لا يفعلها كثيرا يعني. وعلي أوراد من حال الشباب، لو تركت ركعة لعوقبت، لأنه كان ينشغل بقضاء ما عليه من أوراد في حال الشباب، لأنه نذرها على نفسه، والنافلة ليست منظورة على نفسه، فكان أحيانا يفعل ما نذره لضيق الوقت، فاللي يظن ينظر إليه يظن أنه ترك النافلة، في حين أنه مشغول بفريضة هو فرضها على نفسه، ولكن قصر فيها في حال الشباب. ده المعنى. الناس يقولون الحصري لا يقول بالنوافل، وعلي أوراد من حال الشباب، لو تركت ركعة لعوقبت. لأن في ناس كانوا زمانا ما ياخد العهد على الشيخ بأوراد معينة، يصير هذا العهد إلزاما، كأنه نذر على نفسه، والنذر واجب الأداء، أما النافلة فليست واجبة الأداء، يستحب فعلها، فإن تركها لا يأثم، أما إن نذر فالنذر أوجب. وقال: من ادعى في شيء من الحقيقة كذبته شواهد كشف البراهين. يعني إنسان يدعي أنه هو زاهد، اسلوبه في الحياة بقى يدل على صدق ادعائه أو لا، يبقى الإنسان لما يدعي شيء سلوكه يدل على صدق ادعائه أم لا، دي البراهين اللي هو السلوك نفسه. من ادعى في شيء من الحقيقة كذبته شواهد كشف البراهين، اللي هي تقلبات الأحوال وتصرفات الزمان
وانفعاله مع الأحداث. ومنهم آخر علم مذكور 83 أبو عبد الله ابن أحمد ابن عطاء الروزباري. الفاتحة لروحي. أبو عبد الله ابن أحمد ابن عطاء الروزباري ابن أخت الشيخ أبي علي الروزباري شيخ الشام في وقته، مات بصور 69 و300. صور دي تبع لبنان الوقتي مش كده؟ برضو على الساحل جنب عكا كده. مات بصور. لو رحنا صور بقى وفكرونا نروح نزوره إن شاء الله. سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت علي بن سعيد المصيصي يقول سمعت أحمد بن عطاء الروزباري يقول كنت راكبا جملا فغاصت رجل الجمل في الرمل فقلت جل الله، فقال الجمل جل الله. دي برضو من ضمن الكرامات ان ربنا سبحانه وتعالى ينطق له الجمادات وينطق له الحيوانات التي ليست من طبيعتها النطق. دي من ضمن الكرامات، وهي نوع من الوراثة المحمدية، لأن الجمل كلم النبي واشتكى له وفهمه صلى الله عليه وسلم. فلما بتكمل الوراثة في جانب من الجوانب ربنا يخرق له العوائد في جانب من الجوانب. وكان أبو عبد الله الروزباري إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة في دور السوقة، السوق اللي هم العوام يعني، اللي هم مش متفرغين للعلم الديني ولا للسلوك الى الله، اللي هم عوام المسلمين، تجار، اساتذه، دكاتره، مهندسين، اللي هم منشغلين في امور الدنيا، هم مسلمين محترمين وكل حاجه، لكن مش متفرغين للسلوك الى الله. وان كانوا هم برضو من اهل الجنه، لكن من اصحاب اليمين، وهم بيسعوا ان يكونوا من المقربين. فبيقول كان أبو عبد الله الروزباري إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة في دور السوقة، يعني يكون حد من السوقة داعيه على وليمة أو عرس أو شيء من هذا، فيدعو معه تلامذته وأحباب الفقراء اللي هم متفرغين للسلوك إلى الله ومن ليس من أهل التصوف في دور السوقة، ومن ليس من أهل التصوف يوم ما يعملش يعمل إيه فيهم؟ لا يخبر الفقراء بذلك، ما يقول لهمش احنا النهارده هناكل في الحته الفلانيه، لا، يجمعهم ويأكلهم الاول عشان يروحوا شبعانين، عشان لما يجوا ياكلوا ياكلوا بانفه، ما يتقالش عليهم انهم عندهم شره، عشان لا يساء الظن بهم، هو عايز يحفظ حرمتهم. هم بعضهم كانوا بيبقى من تفرغهم للطاعه يمر عليهم اليوم واليومان لا يطعمون شيء، فلما يروحوا طبعا عزومه هيهجموا على الاكل هجمه، اللي ما يعرفهمش يقول عليهم عندهم شره، يقوم يكش منهم، يقول اشوف شارهين ازاي، زي ما الناس دلوقتي يعيبوا على المشايخ ويقول لك ايه بتوع الفته وبتوع اللحمه، مش كده برضو؟ في حين ان هم بياكلوا اكتر ما بياكل الشيخ، لان الشيخ اللي بياكل الفته واللحمه ده قاعد يحفظ العيال القران من طلوع الفجر لحد قرب العصر ما بياكلش حاجه، يجي بعد العصر يبقى ميت، وانت تكون كلت 100 مره، تقدم للشيخ الطبق ياكله كله تقول شوف الشيخ شاره ازاي، هو مش شاري ولا حاجه، ده يدوب على اللي عمله والمجهود اللي عمله. فيعيبوا في المشايخ، هم قاعدين ياكلوا طول النهار والشيخ بياكل وجبه واحده في اليوم ويقروا عليه كمان. فهو لمس المعنى ده، فلا يريد ان الناس تسيء الظن والحكم على اهل التصوف. فيقوم يعمل ايه؟ لما يبقوا مدعوين في دعوه ما يقول لهمش، وبعدين ياكلهم، يجيب لهم اكل ياكلوا، وبعدين بعد ما ياكلوا تمام يقول له احنا النهارده بقى كمان ساعه كده معزومين في الحته الفلانيه، ياخدوا. يقوم اما يقدم لهم الطعام يقوموا ياكلوا كده بانفه، لان اكل الشبعان غير اكل الجعان. فيقوم يبقى شكلهم كده ايه، شيك راقي يعني، مفيش بقى الهجمه اللي على الاكل زي الاوبن بوفيت بوست لينس طوابير، وكله عايز ايه يخطي من فوق اللي قدامه. وكان يطعمهم شيئا فإذا فرغوا أخبرهم ومضى بهم، ف
فكانوا قد أكلوا في الوقت فلا يمكنهم أن يمدوا أيديهم إلى طعام الدعوة إلا بالتعزز، يعني أكل الشبعان بقى. وإنما كان يفعل ذلك لئلا تسوء ظنون الناس بهذه الطائفة فيأثموا بسببهم، لأن لما يعيبوا فيهم يغتابوهم، ولما بيغتابوهم مش بيغتابوا أي حد، بيغتابوا أولياء فيروحوا في داهية أكتر. فهو كمان عايز يحفظ حرمة أهل التصوف، وعايز يحفظ الناس العادية دي من الإثم بارتكاب الغيبة في حق هؤلاء الناس. وده فكر عالي، فكر عالي، عايز يحمي الطرفين. وقيل كان أبو عبد الله الرزباري يمشي على أثر الفقراء يوما، كان يمشي وراء الفقراء اللي هم تلامذته، يعني يمشي وراهم، لأن النبي كان يسوق أصحابه، كان برضو النبي كده يحب يمشي خلفه، يعني يقول لك كان النبي يسوق أصحابه في وصف سيدنا علي. يمشي على أثر الفقراء يوما، وكذا كانت عادته أن يمشي على أثرهم. ليه؟ أولا علشان تواضعا، دي حاجة. ثانيا حتى يراقبهم فيؤدبهم، ويعرف مين اللي هو بيعمل تصرفات ما تلقش أثناء المشي، يقوم يهذبه ويهتم بيه أكتر، وقد يهذبه بغير أنه هو يجرح، مجرد توجه قلبه إلى الله يصلح قلب الذي أمامه. والنبي كان يرقي كثير من الناس بمجرد النظر فقط، حتى ان سيدنا انس اتربى ازاي يعني في بيت النبي ده، النبي صلى الله عليه وسلم ما لموش ابدا، ولكن طلع كامل في التربيه بتاعه بالنظر بس. يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء قط فعلته لما فعلته، او لشيء لم افعله لما لم تفعله خالص. الله، امال ايه بقى؟ ده دليل بقى ان النبي في تربيته تربية عالية، مجرد انه يلاحظوا بس كده، وبعدين لما يأمروا بأمر ما يعملوش يلاحظوا، ينظر له بس النظرة كده ولو فيها، ويقوم هو النبي يعمل الأمر بإيده. فبص ده يحرم يعمل كده تاني، حرم يأخر للنبي تربى لوحده، إنما مش كل النهار قاعدين نضرب في العيال، يقوم العيال بعد كده يفروا منك وما يرجعش بعد كده يسمعوا كلامك. والشاذلية على فكرة ورثوا من النبي الإرث ده، الإمام أبو الحسن الشاذلي ورث هذا الإرث، كان يربي بالنظرة برضه، لا يكثر الكلام المباشر لتلامذته، لكن كان مجرد النظر والسلوك، سلوكه مع الناس ونظرته إليهم تبص تلاقي الناس تتصلح بالتدريج كده، بالراحة بلطف. وكذا كانت عادته أن يمشي على أثرهم، وكانوا يمضون إلى دعوة، وكانوا في اللحظة دي وهو ماشي وراهم واخدهم إلى مكان دعوة، يعني معزومين فيها. فقال إنسان بقال، معديين على بقال كده وهم ماشيين، سمع البقال يقول إيه؟ هؤلاء المستحلون اللي بياكلوا يعني أموال الناس بالباطل، يستحلوا الإيه؟ الحرام يعني. وبسط لسانه فيهم وقال في أثناء كلامه: إن واحدا منهم قد استقرض مني 100 درهم ولم يردها علي، ولست أدري أين هو أطلبه. كويس. فلما سمع البقال بيعيب فيهم كده، فلما دخلوا دار الدعوة قال أبو عبد الله الرزبري لصاحب الدار، وكان من محب هذه الطائفة، بيحب الصوفية وبيحب أهل الصلاح وأهل الطاعة، وعارف إن هو يعني مليء يعني معاه أموال، قال: ايتيني 100 درهم ان اردت سكون قلب الاول قبل ما اعرف. فراح اداله 100 درهم، اداها الواحد قال له روح للبقال ده ادهم له وقول له ان الفقير اللي خد منك 100 دي بيردها لك. فاتاه بها في الوقت فقال لبعض اصحابه: احمل هذه 100 الى البقال الفلاني وقل له هذه 100 التي استقرضها منك بعض اصحابنا، وقد وقع له في التأخير بها عذر، وقد بعثها الآن فاقبل عذره. فمضى الرجل وفعل. فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقال، وهم راجعين بقى عدوا تاني على البقال، فأخذ البقال في مدحهم يقول: هؤلاء الثقاء الأمناء الصلحاء وما أشبه ذلك. يبقى حل الإشكال يعني، فرد غيبة الصالحين ده أمر هام، عبادة كبيرة، عبادة كبيرة.
ومحاولة إظهارهم في مظهر لا ينتقص من أجله، دي عبادة كبيرة، لأنها بتحمي الطرفين، تحمي طرف الصالح فلا يستهان به، وتحمي طرف غير الصالح فلا يغتابه. وهذه العبادة يجهلها كثير من الناس للأسف. وقال أبو عبد الله الرزباري: أقبح من كل قبيح صوفي شحيح. لأن إزاي يبقى صوفي ويبقى حريص على دنيا؟ الشح معنى الحرص على الدنيا، والدنيا فانية، فإزاي يبقى صوفي ويبقى شحيح؟ ما تجتمعش. أقبح من كل قبيح صوفي شحيح، يبقى مدعي، واخد بالك؟ قال: كاتب في الهامش هنا: ومن أقواله من قلت آفاته اتصلت بالحق أوقاته. من قلت آفاته يعني معايبه اتصلت بالحق أوقاته، تكون أوقاته كلها يعني أحواله، الوقت هنا بمعنى الحال، يكون حاله متصل بالله في كل حال. والوقت لها معاني كثيرة في كلام الطائفة هنتناوله اليوم إن شاء الله. من قلت آفاته، قد تكون الآفات كثرة الكلام، لأنه يخلي الإنسان كثرة الكلام يقع في الخطأ دون أن يشعر، وقد تكون الآفات سلوك سيء من حرص على شيء، من حقد على شيء، من نظر إلى ما لا يحل له، أو من ترك بعض الواجبات، واجبات الوقت، أو من ترك بعض آداب الوقت، كل دي آفات. من قلت آفاته اتصلت بالحق أوقاته، لأن لما تمتنع عن المعصية هيحل محلها إيه؟ هيحل محلها طاعة على طول، على طول، لأن أصل الوقت زي السيف ماشي على طول كده. فأنت من الساعة 9 للساعة 10 الصبح دي لابد هتيجي، من 9 ل 10 وأنت قاعد فيه، حطيت من 9 ل 10 معصية مش هتعرف تحط معاها حاجة تانية. طيب لو شلت منها الآفة اللي هي المعصية هيحل محلها إيه؟ طاعة، ولو تكن مباح فهي أقل من المعصية، ولو نمت فيها. وعشان كده قالوا نوم الظالم عبادة. ليه عبادة؟ لأنه منعهم من الظلم. يعني لو كان ولا بد مش هتعمل حاجة إلا معصية فقوم نام أحسن، يبقى نومك أحسن. شوف قد إيه، لأن النوم مباح ودي معصية. فتلاقي إن الوقت زي السيف ماشي كده على طول ما يرتفعش عن الإنسان، وأنت بتحط فيه زي خانات فاضية بتملى هذه الخانات، فإن ملتها بآفات قطعت هذه الآفات صلتك بالله، لأن الوقت ده ما هو إلا موصل إلى الله اللي هو عمرك. فلما تحط في هذه الخانات اللي هي الوقت دي لحظات الوقت معاصي، يبقى قطعت صلتك بالله. لما تملاها طاعات يبقى وصلت صلتك بالله. شوف هو بيديك المعاني المعنوية بيصورها لك في صورة حسية. من قلت آفاته اتصلت بالحق أوقاته. وسئل عن القبض والبسط، وعن حال من قبض ونعته، وعن حال من بسط ونعته، فقال: القبض أول أسباب الفناء. القبض اللي هو ساعات واحد يحس أنه مقبوض، يعني عارف باللغة المصرية العامية الدارجة، نفسه مسدودة عن كل حاجة، يقول لك انا ما فيش حاجه بتبسطني، حتى لو قالوا لي انت معاك ايه يبقى انا ما فيش حاجه بتبسطني. ده قبض، ده نوع من القبض، وده نوع من اول انواع الفناء، يريد ان يزعجك من الاشياء اليه، يريد ان يزعجك من الدنيا وما فيها، حتى من مسرته يريد ان يزعجك منها اليه سبحانه وتعالى. وده من اول مقام من مقامات الفناء، القبض. بعد القبض اذا استمر توصل الانسان يمر بقى بمراحل الفناء المختلفة، اللي هي المحق والسحق والطمس،
هنيجي نتكلم عليه بعدين. كل دي مراحل يمر بيها. فأول القبض هو أول خطوة في الفناء، في الفناء عما سوى الله، لأن القبض قبضك عن الدنيا أو قبضها عنك، قبض مسرتها عنك فلم تجد لها لذة، أو قبضك أنت عنها فحال بينك وبينها. ليه؟ لما قبضك عنها؟ إن قبضك عنها أرادك له، يبقى أراد أن يزعجك. إن القبض أول أسباب الفناء، والبسط أول أسباب البقاء. إنه يبسط لك، إما يبسط إليك بساط الأنس في حضرته فيبقيك في حضرته، أو يبسط لك الدنيا وملذاتها فيبقيك في شهواتك فيحجبك. فقد يكون البسط له جانب نعمة وجانب نقمة. فحال من قبض، فحال من قبض، فحال من قبض الغيبة، الغيبة عما سوى الله، ده المقبوض، او الغيبة عن السرور، او الغيبة عن المقصود، لان القبض له ايضا جانب سيء جلالي، وله جانب حلو جمالي. الجانب الجمالي انه هو يزهده في الدنيا فيلجأ الى الله، والجانب الجلالي اللي هو فيه اللي الناس ساعات يروحوا العيادات النفسية يتعالج من الاكتئاب، يسموه الوقت اكتئاب الدكاترة الامراض النفسية. ليه؟ لانه هو حاسس انه مش قادر يمشي امور حياته، حتى مش عارف يروح شغله، حتى مش عارف يقوم بعبادته واوراده. هو ده بقى الجانب السيء. لو وصل الى هذا الامر يبقى ساعتها مطلوب انك انت تسأل الله ان يعالجك منه، انه يؤثر على عبادتك ويؤثر على قيامك بالواجبات الشرعية المطلوبة منك. فان لم يؤثر فاعلم انه ترقي، فان اثر عليك ان تسأل الله ان يكشف لك منه بقدر ما لا يؤثر على علاقتك به، علشان تاخد منه خيره وتترك شره. والبسط انه يبسطك، يعني يبسطك يقولك انا مبسوط، مبسوط يعني منشرح، ماشي كده مبسوط منشرح، مع انه ما لا كسب حاجة ولا في حاجة اتغيرت حواليه، ده هو منشرح كده لوحده. هذا البسط قد يكون مؤديا الى السعادة بالرضا واليقين، فيكون له جانب جمالي، وقد يكون فيه جانب اختبار وهو الاستهزاء بالخلق. يقولك ده مبسوط، يقوم يمشي يتريق على خلق الله وينكت عليهم وينكد عليه ويضرب ده ويستهزأ من ده ويضحك على ده ويقرق على ده، زي ما بيلجأوا له الناس في القهاوي، يبقوا قاعدين مبسوطين قوي يقوموا يتريقوا على خلق الله. هو ده بسط، بس بسط جلالي يحجبهم. وعلشان كده قالوا ان مراعاة الادب في البسط اصعب من مراعاة الادب في القبض، لان المقبوض من الاصل نفسه مسدوده، لا عايز يبص لحد ولا حد يبص له، ولا عايز يجيب سيره حد ولا حد يجيب سيرته. فمراعاة الأدب فيه سهلة، إلا البسط ده يبقى مكبوح، الجماح مفلوت خالص من شدة البسط، فقد تسيء الأدب. وعشان كده العارف بالله يخاف من البسط أكثر من خوفه من القبض، والجاهل بالله عايز يبقى مبسوط على طول، لأنه يهمه اللحظة اللي هو فيها، مش يهموش حاله مع الله، هو عايز ينبسط. حتى لو ما لقاهاش يدور على حشيش ياخده، بانجو، يشرب كاس خمره، هو عايز بسط وخلاص، بسط في الحال ولو من محرم، فهمت؟ ولكن ربك سبحانه وتعالى اراد لك الادب، فاراد ان يتعرف عليك بالقبض والبسط كما تعرف عليك في الليل والنهار. فالقبض هو ليل النفس، والبسط هو نهار الوصول. واضح؟ فحال من قبض الغيبة، وحال من بسط الحضور. الحضور مع النفس قد تكون فيرى نفسه فيزداد حجاب. الحضور مع الله قد يكون فلا يرى إلا الله فينسى حتى حقوق الغير، فيسيء الأدب مع الغير لانشغاله بربه، وهكذا. فالحكاية كلها عايزة تتوزن. وعشان كده الله سبحانه وتعالى
مع الكمل يجعلهم مقبوضين مبسوطين في آن واحد. ونعت من قبض الحزن، تلاقيه حزين كده وكمشان في حاله. ونعت من بسط السرور، قال أبو القاسم الأستاذ الإمام جمال الإسلام رضي الله عنه، اللي هو المصنف عبد الكريم القشيري، الأستاذ عبد الكريم القشيري: هذا هو ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة، وكان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم مجمعون على تعظيم الشريعة، متصفون بسلوك طرق الرياضة اللي هي ترويض النفس للوصول إلى الله، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آداب الديانة، متفقون على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبن أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه وتعالى فيما يدعيه، مفتونا هلك في نفسه وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطيله. ولو تقصينا وتتبعنا ما ورد عنهم من ألفاظهم وحكاياتهم ووصف سيرهم مما يدل على أحوالهم لطال به الكتاب وحصل به الملال. وفي هذا القدر الذي لوحنا به في تحصيل المقصود غنية، وبالله التوفيق. فأما المشايخ الذين أدركناهم وعاصرناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم، مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وأوحد عصره أبي علي الحسن بن علي الدقاق اللي هو شيخ المصنف، والشيخ نسيج وحده في وقته أبي عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور الحرم، والشيخ أبي العباس القصار بطبرستان، وأحمد الأسود بالدينور، وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور، وأبي سهل الخشاب الكبير بها، ومنصور بن خلف المغربي، وأبي سعيد الماليني، وأبي طاهر الخوزندي قدس الله أرواحهم، وغيرهم. فلو اشتغلنا بذكرهم وتفصيل أحوالهم لخرجنا عن المقصود في الإيجاز وغير ملتبس من أحوالهم حسن سيرتهم في معاملاتهم. وسنورد من حكاياتهم طرفا في مواضع من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. يعني هو اكتفى بهذا القدر من ذكر الأعلام، حوالي 83 علم من الأعلام غير المعاصرين له، ولم يذكر أحد من المعاصرين له اكتفاء بذكر أقوالهم في بين طيات الكتاب بعد ذلك. وقال: لو أردنا أن نستقصي أحوالهم لطال بنا المقام، ولكن المقصد أن تعلم أن أعلام هذه الطائفة كانوا مقيمين على الشرع الشريف، يراعون حق الله وحق العباد، متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين كما يدعي من اعترض على هذه الطائفة. باب في تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها. كل أهل فن لهم مصطلحات، تجلس مع الفقهاء تجد لهم مصطلحات، تجلس مع علماء الحديث تجد لهم مصطلحات خاصة به، تجلس مع علماء النحو تجد لهم مصطلحات خاصة به، تجلس مع الأطباء لهم مصطلحات خاصة به، مهندسين مصطلحات خاصة به، محامين مصطلحات خاصة به. كذلك أهل التصوف زي كل طائف لهم مصطلحات خاصة به. فهو يريد أن يبين لك بعض هذه المصطلحات ومعانيها حتى إذا اطلعت على كلامهم تفهم محمل كلامهم. اعلم أن من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونها فيما بينهم انفردوا بها عمن سواهم، تواطؤوا عليها لأغراض لهم فيها. ليه بقى بيعملوا مصطلحات بينهم يتفقوا عليها؟ لأغراض، منها إما تقريب الفهم عشان يسهل إن هو يحاول يعبر عن شيء فيفهمه لك، فيعمل له رمز كلمة معينة فما يقولها لك تفهم على طول بدل ما يقعد يشرح لك كتير. من تقريب الفهم على المخاطبين بها،
أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلاقها. وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم أولا، والإجمال والستر على من بينهم في طريقتهم، ويريدوا برضو أنهم يستروا طريقتهم عن اللي ما يفهمش الكلام ده. فلما يقعدوا مع بعض يتكلموا واحد تاني غريب ما يفهمش كلامهم، يبقوا ستروا ما هم فيه من أذواق وما هم فيه من أحوال عمن لا يحسن فهم هذه الأذواق ولا فهم هذه الأحوال، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف، بل هي معان أودعها الله تعالى قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم. ونحن نريد بشرح هذه الألفاظ تسهيل الفهم على من يريد الوقوف على معانيهم من سالكي طرقهم ومتبعي سنتهم. فمن ذلك الوقت، نتناول الوقت النهاردة ونقف على المقام إن شاء الله المرة. الوقت إيه هو الوقت؟ الوقت عندنا هو الزمن، مش كده برضو؟ الزمن. والزمن عند علماء الطبيعة هي حركة الأفلاك، حركة الأفلاك، لأن الزمن على كوكب غير الزمن على كوكب آخر، يعتمد على سرعة حركة الكوكب حول نفسه وسرعة هذا الكوكب حول شمس هذه المجرة، وتختلف الأزمان علشان كده. فهي بالضبط الزمن ده عبارة عن حركة الأفلاك، والزمن على كوكب الأرض هو عبارة عن يوم وشهر وسنة، مش كده برضو؟ عملوها أغنية، يوم وشهر وسنة. اليوم بيجي ازاي؟ بيجي من حركة الارض حول محورها مرة كل 24 ساعة، تلف كاملة، لفة كاملة تعمل لك اليوم، ليل ونهار بتلف حوالين نفسها كده. يبقى حركة الفلك اهو، حركة الفلك هي اللي عملت لك اليوم. القمر يلف حوالين الارض مرة كل شهر يعمل لك الشهر، والارض نفسها بتلف حوالين الشمس مرة كل 364 يوم وكسور فتعمل لك السنة. يبقى كلها حركة افلاك، يعني لو توقفت حركة الافلاك توقف الزمن، فلا وقت، مش كده برضو؟ ده معنى الوقت عندنا. نشوف بقى الوقت عند اهل التحقيق ايه معناه. لما يقولوا الوقت يقصدوا حاجة تانية. حقيقة الوقت عند أهل التحقيق حادث متوهم علق حصوله على حادث متحقق، فالحادث المتحقق وقت للحادث المتوهم. أنا هقول لك إن شاء الله هندي الدرس بتاع الرسالة القشيرية أول سبت بعد شهر رمضان إن لم يكن عيد، كويس؟ الدرس ده ومجئنا ده شيء متوهم، مش كده برضو؟ علقناه على شيء متحقق إن لابد هيجي رمضان ولابد هيجي شوال، لكن هل لابد إحنا نبقى موجودين؟ ممكن ما نبقاش موجودين، صح؟ يبقى علقنا شيء متوهم اللي هو اجتماعنا على أمر متحقق اللي هو إيه؟ الميعاد اللي لابد هيجي، لابد هيجي سبت في شوال وما يكونش عيد، مش كده برضو؟ ده لابد هيجي، ده امر متحقق، لكن المتوهم ايه؟ اجتماعنا احنا. فيبقى الوقت ده عندنا هو ده عند المحققين. تقول اتيك رأس الشهر، فالاتيان متوهم، انا حجيلك على رأس هذا الشهر، الاتيان مجيئك ده متوهم، يمكن تيجي ويمكن ما تجيش، مش كده برضو؟ لكن رأس الشهر لابد هيجي، صح ولا لا؟ فالإتيان متوهم ورأس الشهر حادث متحقق، فرأس الشهر وقت الإتيان. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول الوقت، شوف بقى تعريف الوقت عنده، كل واحد ليه إحساس بالوقت مختلف عن التاني، كل واحد حتى أنت نفسك ساعات تقول كده
يا اخي وانت ما عندكش شعور بالوقت؟ تقول لي هاجي لك بعد ساعه، تجي لي بعد 10 ساعات، هو انت مش حاسس بالدنيا؟ تحصل ولا لا؟ لان كل واحد ليه احساس بالوقت خاص عن التاني، بالرغم ان كلنا لابسين ساعات. يقول لك هاجي لك بعد نص ساعه، تقعد تستنى ساعه واثنين وثلاثه ويجي لك عادي خالص وما بيمدش، قال يعني كيف معاك؟ لان هو احساسه بالوقت كده، طبيعته خلقته كده. في واحد تاني يقول لك هاجي لك بعد نص ساعه، تلاقي بعد ربع ساعه يجي ويستناك، لانه احساسه بالوقت مرهف. فاحساس الناس بالوقت يختلف، برغم ان الوقت كحاجه خارجيه عن الناس ثابته، لكن لما تدخل مع تصرفات الناس تجد كل واحد ليه الوقت بتاعه، كل واحد ليه الوقت بتاعه. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: الوقت ما انت فيه، ان كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وان كنت بالعقبه فوقتك العقبه، وان كنت بالسرور فوقتك السرور، وان كنت بالحزن فوقتك الحزن. يعني سمى الوقت بالحاله اللي انت فيه، حالتك ايه هي دي الوقت بتاعك. يعني سمى الوقت والوقت وعاء بما يصب في هذا الوعاء، باسم الشيء بما يحل فيه، سمى الشيء بما يحل فيه، مش كده برضو؟ في لغة العرب كده ساعات يقول لك مثلا ايه، او جاء احد منكم من الغائط. الغائط اللي هو ايه؟ المكان المطمئن من الارض، ده المكان المطمئن من الارض، ده اسم الغائط. حتى تقول انا رايح الغيط، في الارياف في مصر الغيط ليه؟ لان الارض بتاعتها طرية، بينفع نزرعها مطمئنة كده، طرية مش صلبة. فكلمة غائط معناها الارض، المكان المطمئن في الارض. كانوا زمانا ما يحب يتبرز، يروح المكان المطمئن في الارض ده يتبرز فيه، يروح الغائط ده يتبرز فيه. ليه؟ علشان مش صخري، فما يجي يقعد ما تبقى الصخرة مدببة تعور، ولا تبقى صلبة يجي البول ينزل كده يرد عليه طرطش. فهمت ازاي؟ فيختار المكان المطمئن في الارض عشان يقضي فيه حاجته. فصار اسم هذا المكان اسم على الحل فيه، انتقل بعد كده، فبقى البراز نفسه اسمه غائط. فهمت ازاي؟ من باب اطلاق اسم المحل على الحل فيه، من باب اطلاق اسم المحل على الحل فيه. هنا برضه نفس الحكايه، سيدنا ابو علي الدقاق اراد ان يطلق اسم الوقت على حالك في هذا الوقت، هو ده الوقت بتاعه بقى، من باب اسم المحل على الحال فيه. والمحل هنا محل زمني، ما قد يكون الظرف زمني وقد يكون الظرف مكاني، مش كده برضو؟ الوقت ما انت فيه، ان كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وان كنت بالعقبة فوقتك العقبة، وان كنت بالسرور فوقتك السرور، وان كنت بالحزن فوقتك الحزن. والعجيب ان الوقت ده احساسك بيه يختلف مع اختلاف احوالك. لما تبقى مسرور الساعة تعدي بسرعة تحسش بيه، اما تبقى حزين او متألم يا تبقى قاعد مستني الدكتور وعندك مغص، الدكتور يجي بعد نص ساعة تحس انها سنة عشان قاعد ممغوص. طيب اقعد كده استنى واحد وانت قاعد مبسوط وقاعد بتقول في اورادك، او قاعد مثلا بتتفرج على حاجة انت مبسوط بيها، ويقول لك حاجة بعد ساعة، تقول له ما يهمكش ان شاء الله ساعتين، ما يهمكش انا قاعد انا مبسوط، ما تحسش بالوقت. خدت بالك؟ يبقى الاحساس بالوقت ده بيختلف على حسب حالك. يبقى الوقت بالنسبة لك هو حالك فعلا، مش هي الساعة بقى. فده كلام عميق، هو حالك فعلا، هو ده الوقت. اذا كنت مسرور الساعة بتاعتك مختلفة عن الساعة بتاعتك وانت حزين، وعن الساعة بتاعتك وانت متألم، وعن الساعة بتاعتك وانت في العافية، وهكذا. يريد بهذا ان الوقت ما كان هو الغالب على الانسان. وقد يعنون بالوقت، يعني بعض الطائفة ايضا يقصدوا بالوقت ما هو فيه من الزمان اللي هو الحاضر، لان الوقت اما شيء مضى او شيء جاي، لكن اللحظة دي انا فيها. خدت بالك؟ ماسك فيها، هي دي الوقت. انا لا املك ان انا اعيد اللي فات، ولا املك واضمن ان هيجي اللي جاي بعدها، صح؟ فانا لا املك من الوقت الا اللي انا فيه، هو ده الوقت، صح؟ مش كده برضو؟ ما هو الانسان بين مخافتين، مش كده برضو؟ مخافة يعني امر قضى مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وامر مقبل لا يدري ما الله فاعل فيه.
فعليه أن أن يقوم بحق الله في اللحظة، لأنه لا اللي فات يقدر يجيبه ولا اللي جاي ضمنه، فما يأجلش خالص، ينشغل بيه. وقد يعنون بالوقت ما هو فيه من الزمان، اللي هو اللي هو الزمن اللي انت فيه. فإن قوما قالوا الوقت ما بين الزمانين، يعني الماضي والمستقبل اللي هو الحاضر، يبقى يعنون بالوقت اللي هو الايه؟ الحاضر، الشيء الحاضر. ويقولون الصوفي ابن وقته، ساعات تسمعها كتير دي، يقول لك الصوفي ابن وقته، يعني كل وقت مشغول بالطاعة المتعلقة بهذا الوقت او الادب المتعلق بهذا الوقت. اذا كان هذا الوقت نهار رمضان يبقى مشغول بالصيام، اذا كان هذا الوقت بعد عشاء رمضان يبقى مشغول بالتراويح، اذا كان هذا الوقت وقت اذان فريضة يبقى مشغول بالاستعداد له وبأداء الفريضة، اذا كان هذا الوقت اداء حقوق الادميين يبقى مشغول في هذا الوقت بأداء حقوق الادميين، اذا كان هذا الوقت وقت بر الوالدين والاحسان اليهم يبقى مشغول ببرهم والاحسان اليه، وهكذا. اذا كان هذا الوقت وقت اداء ما اقام الله فيه من مهنة يبقى وقته ان يخلص في هذه المهنة وان يتقن هذه المهنة، يبقى ده اسمه ابن وقته، مش مخيول. يبقى قاعد بيذاكر مخه في العبادة، يجي بيتعبد مخه في المذاكرة، يجي يشتغل مخه في العبادة والمذاكرة، لا طايل هنا ولا طايل هنا ولا طايل هنا، مش عارف يستمتع بأي مرحلة من مراحل حياته على طول. يبقى داخل في الصلاة ومخه في دورة المية، ايه ده وانا ترتشت علي حاجة، انا بيتهيأ لي ان انا نسيت وفتحت الحنفية قبل ما اشطف ايدي واشطف الحنفية، لا يكون اللي قبلي كان لامس مش عارف ايه، واقول له ده بيعمل ايه وهو قاعد يقرا الفاتحة، في حين ان الوقت ده كان يعمل ايه؟ يتدبر معاني القرآن، يكون مع الله فيه، مش يبقى في الحمام. فهمت ازاي؟ انت الوقت متوجه الى القبلة وتقول الله اكبر، تقرأ القرآن، ايه اللي دخلك الحمام؟ فهمت ازاي؟ يبقى انت مش ابن وقتك، يبقى انت مش صوفي، يبقى انت غلبان، انت موسوس، انت جاهل، مش عندكش فقه، انت لسه مبتدئ ما ابتديتش، انت لسه في دورة المية ما خرجتش الى الطهارة، في حين انك انت جسدك في المكان الطاهر او في المسجد، لكن ما زال بطنك فين؟ لسه مع البول والعذرة. فهمت ازاي؟ لكن الصوفي مش كده، الصوفي ما يعمل حاجة مخه فيها بس. يبقى احنا بمفهومنا يقول لك ده واد مركز، فالمركز ده ياخذ حظه من كل شيء ولا شيء ياخذ حظه منه. عشان كده الطالب الشاطر لما يجي يذاكر ساعة واحدة مركز فيها ما يفكرش غير في المذاكرة، يطلع الأول، والتاني اللي قاعد مخه في كل حاجة إلا المذاكرة وقاعد قافل على نفسه القرى 10 ساعات يسقط، مع إنه بيذاكر 10 ساعات والتاني بيذاكر ساعة، لأن ده ابن وقته والتاني مش ابن وقته. فهمت إزاي؟ فالإنسان لما يكون مشغول بعبادة الوقت يبقى هو ده الصوفي صحيح، عبادة الوقت. فهمت بقى الحتة دي معناه الصوفي ابن وقته؟ دي نقطة مهمة. خليك زي الراديو، الراديو ينفع تشغله على محطتين في وقت واحد؟ الاتنين يخروشوا، لا تطول تسمع دي ولا تطول تسمع دي، هات إذاعة القرآن وإذاعة الأغاني بينهم كده المؤشر، تلاقي سامع قرآن وفوسته أغاني خروشة، لا طايل قرآن ولا طايل تسمع أغاني، لا طولت أم كلثوم ولا طولت الشيخ الحسن، يبقى عملت إيه يا مسكين؟ قلبت دماغك على الفاضي، في الآخر تقول اقفلوا الوش ده بقى، لا استفدت من هنا ولا هنا. لكن أما تبقى زي الراديو كده الوقت، أنت في الصلاة مظبوط على إذاعة الصلاة، كل شغلك هي الصلاة بس، قفلت الدكان او قفلت العيال وقفلت كل الابواب، مخي مع الله بس، ادي ابن وقته. خلصنا رحنا مع العيال ولادي، اقعد العبهم كاني طفل زيهم، هم يستمتعوا بيا وانا استمتع بيهم. فهمت ازاي؟ يفرحوا بيا وانا افرح بيهم، ابن وقته، لان الوقت ده وقت ايه؟ مداعبة الاولاد. خلصنا مداعبة الاولاد، الوقت ده وقت نوم، اجي انام بقى، انام، لان ده وقت نوم بقى، لا اقعد افكر الدولار هيرخص ويغلى والاسعار والدنيا والغلاء
والمعيشة ودخول المدارس وهجيب المصاريف دي منين واتقلب كده وكده، ويمر ساعة واتنين ومش عارف انام، وبعدين في الاخر يغلبني النوم اروح نايم وضاع مني ساعتين من الاول يضيع عليا الفجر. فهمت ازاي؟ لاني مش ابني وقتي. اول ما نام انام ادي الصوفي ليه؟ لانه متوكل على الله، مفيش حاجه قلقاه، رامي حموله على ربه. حتى لما واحد يجي له ارق يقول له يا اخي ارمي حمولك على ربك يا اخي ونام، مش كده الناس العوام؟ حتى ده الكلام الصح، تقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. ليه؟ كان بتسلمه العهده، فضيت بقيت ابن وقتك، نام بقى اتخمد استريح. فهمت ازاي؟ انما كده لا طايل تتخمد ولا طايل تستريح ولا طايل تذكر ربك ولا طايل تقوم تصلي ركعتين. ادي الشيطان يجي لك علشان ياكل منك عمرك، هي دي المشكله. لكن الصوفي ابن وقته. فهمت بقى ابن وقته يعني ايه؟ ياخذ حظه من كل شيء ولا شيء ياخذ حظه منه. جاله البلاء والمصيبه يبقى وقتها ايه؟ الصبر والرضا. يقوم ياخذ حظه من المصيبه ان ربنا يرضى عنه ويرفع درجاته بالصبر عليه، يقول انا لله وانا اليه راجعون. يبقى استفاد بالمصيبه ولا ما استفادش؟ تلاقي المصيبه بالنسبه له منحه كبيره، ربنا اكرمه بمال كثير ومكسب كبير، يبقى حقه هنا يعطي حق المال ولا يتكبر به ويشكر ربه ويفيض من الاموال على الفقراء والمساكين وابواب البر يفتحها، يبقى هنا ابن وقته، يبقى هنا ادى حق شكر النعم، مش يكنزها ويحرص اكتر وعايز يشغلها اكتر علشان تلف كمان لفه وتدور كمان دوره ونخلق مش هنخلص. فادي معنى ابن وقته، ياخذ حظه من كل شيء ولا شيء ياخذ حظه منه. ادي معنى الصوره. لان ربك يريدك له ويريد الدنيا لك، لكن انت عايز تخلي نفسك للدنيا مش لربك، فخليها تقطع فيك بقى ومش هتطول منها الا اللي مكتوب لك. فهمت بقى المسألة؟ الصوفي لما فهم المعنى ده سلم أمره خلاص، ريح نفسه. شوف أنت كده وأنت طفل وقاعد تعيط والدنيا زحمة، بتبكي لسه في مرحلة الرضاعة والدنيا زحمة، والأم سابت الطفل مع واحدة لحد ما تروح تجيب الخضار، الواد قاعد يعيط وقلب الدنيا عياط. أول ما تيجي أمه يترمي في حضنها يعمل إيه؟ خلاص يروح في النوم في لحظة. فهمت ازاي؟ يروح في النوم في لحظة لأنه جات له كل اللي هو عايزه. انت بقى مع ربك لازم تكون كده، ارمي نفسك في حضن ربك يفعل فيك ما يشاء وانت مطمئن ليه. خلاص هيعمل فيه، لن يضيعنا، اذا لن يضيعنا الله. شفت ستنا هاجر؟ ستنا هاجر امنا كلنا، عملت ايه لما سابها في واد غير ذي زرع بابنها لوحدها صحراء، ومش عايز يرد عليها سيدنا ابراهيم لحسن تخونه العبره فيبكي، لانه طبعا بينفذ امر ربنا لكن ابنه يعني بيحبه. حتى لما وداهم فضل ماشي قدامهم مش عايز يلتفت عشان ما تاخدوش العاطفه لما ينظر اليهم يقوم يتاخر في تنفيذ امر ربه. فيقوم شوف قوة سيدنا إبراهيم، مش عايز حتى يبص بعينه كده لأن الملتفت لا يصل. فهو لو التفت لابنه مع كمال شفقتي عليه يتردد، يقوم يقول يا رب طب نوديهم حتة تانية يا رب، ما هو الشام جنبنا يا رب، بلاش الوادي. هيبتدي بقى يماطل، وده مش خلق الأنبياء. الأنبياء يقولوا سمعنا وأطعنا على طول. فيقوم إيه؟ يوديهم يمشي معاهم من الشام لحد الحجاز. لما تقرأ في السيرة يقول لك ولا يلتفت. حاجة غريبة قوي، ده مشوار 30 يوم، شهر يمشي معاهم ما يلتفتش ليهم، ولو كلمته ستنا هاجر ما يبصش ليه. شهر 30، شوف قوة سيدنا إبراهيم. لأنه مش عايز يجيله العاطفة البشرية المعتادة تؤثر على طاعته لربه. لما غلب حالها خالص بتقول له هتتركنا هنا لوحدنا بقى وتمشي؟ فقام برضه مديها ظهر. فقالت هل امرك الله بذلك؟ فاشار اليها. حتى ما رضاش يتكلم لاحسن صوته ينتحب. يقوم يبكي وهي تبكي وتبقى الحكايه تبوظ بقى، عواطف بقى. هو مش عايز العواطف دي. قام اشار كده. فقالت اذا لن يضيعنا الله.
شفت الجمال؟ ادي المعنى انك انت تكون مع ربك كالطفل الرضيع مع امه، كانه معاه كل حاجه خلاص، ما تفرقش بقى. ويقولون الصوفي ابن وقته، يريدون بذلك انه مشتغل بما هو اولى به من العبادات في الحال، قائم بما هو مطلوب منه في الحين في وقته. يجي يحضر الدرس يقعد يفكر في الورد القراني اللي هيفوته، اصل لو حضرت الدرس هيفوتني القران، ولو قعد يقرا القران يقعد يتاود ويقول اه ما بقراش، يا ريتني كنت رحت الدرس احسن. يبقى لا طرق على القران بقلب، ولا حضر الدرس بقلب، ولا راح الكليه بقلب، ولا عمل حاجه بحاجه، مضيع وقته مسكين. خرج نفسه، خرج نفسك بقى واختشي، اختشي وتقدم، فهمت؟ خليك مع الله. يريد منك ايه في الوقت ده؟ الامتحان، اللجنه هتفتح الساعه 10 من 10 ل 12، يرضيك من 10 ل 12 وانت طالب وعندك امتحان تقضيه في دوره الميه؟ طب ما هيضيع الوقت، هتجاوب امتى؟ هتسقط يا مسكين. فكل وقت امتحان، والامتحان ده مطلوب فيه واجبات معينه تعملها. اعملها بقى ولا تلتفت الا لها. تخلص دي هيسلمك لوقت اخر. تنشغل بما انت فيه في الوقت الاخر، كل لحظه كده تسلمك للاخرى، تاخذ حظك من كل لحظه في عمرك. فهمت ازاي؟ تبقى باستمرار واصل. باستمرار واصل متصل. وقيل الفقير لا يهمه ماضي وقته واتيه. الفقير الى الله يعني. المفتقر الى الله. ما يهموش اللي مضى لانه ما يعرفش يجيبه. ولا يبني امال على الاتي لان ده مستقبل قد يموت في لحظه. اللي يهمه ايه؟ اللحظه اللي هو فيها، هو ده اللي يملكها. هي دي عمرك الحقيقي. بل يهمه وقته الذي هو فيه. الفقير لا يهمه ماضي وقته وآتيه، بل يهمه وقته الذي هو فيه. حكم، حكم كبيرة للي يفهموه، سلوك، معرفة بالله عز وجل. ولهذا قيل الاشتغال بفوات وقت ماض تضيع وقت ثاني. تقعد ندمان على اللي مضى، طب ما انت وانت قاعد ندمان على اللي مضى ساعة ضيعت الساعة اللي انت فيها، يبقى بتضيع وقت تاني. فهمت ازاي؟ هتضيع وقت تاني وتالت. اخلص بقى، اخلص بقى فوق. فهمت ازاي؟ وقد يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لانفسهم. احيانا يقصدوا بالوقت ما اقامك الله فيه مما لم يأمرك فيه بشرع. يعني الاقدار، قدر الله فيك في اللحظة دي ايه؟ ولم يكلفك فيه بشيء، هو ده الوقت. اما ان اقامك في امر وكلفك بنقيده، كان اقامك وسط اهل معصية وكلفك بالانكار عليهم او هجرانهم. فهمت ازاي؟ يبقى هنا كلفك مع اقامتك، يبقى ساعتها تمشي مع التكليف لا مع التصريف. لكن ان اقامك في امر لا تكليف فيه، اقامك في الفقر تريد انت الغنى، اقامك في العافية تريد المرض، اقامك في المرض تريد العافية، اقامك في الشقة الضيقة الفلانية لا تريد القصر الفلاني في الحتة العلانية، اقامك مع هذه الزوجة لا تبص لستة تانية، اقامك مع هؤلاء الاولاد اللي رزقك اياهم لا تبص لاولاد جارك اللي بينجحوا وما بياخدوش دروس خصوصية، ولاد انا خيبانين جاتنا نيلة في حظنا الهباب هنعمل ايه؟ اقامك في عربية موديل سنة 80 لا تبص في العربية موديل سنة 2004. يعني انت مش راضي على اي حاجة، عينك زايغة، عينك زايغة مش راضي في حاجة خالص. فهمت ازاي؟ ما ينفعش. يبقى ده مش صوفي، يبقى ده مش صوفي، ده يبقى غلبان. ده غلبان لا يملا عينه الا التراب، ويتوب الله على من تاب. ما عندوش قناعة وما عندوش وقت حتى يقول الحمد لله بقلبه قبل ما يقولها بلسانه. يبقى يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لهم. يبقى ينظر للوقت بالاقدار اللي هي التصريفية التي لا ينبني عليها تشريع. ليه التقييد ده مهم؟ ليه؟ لان اهل المعاصي ساعات يبقى قاعد على القهوة ما بيصليش والاذان يدن، يقول لك ما هو لو كان عايزنا صلي
كان دخلني الجامع. هو في حد يا عم بيعمل حاجة بنفسه؟ طب مش ربنا بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ده المعلم مين؟ حكش. المعلم حكش قاعد على القهوة بيتكلم، واخد بالك؟ يسمع الأذان ورا الأذان برضه مش عايز يدخل. يا ابني ما بتدخلش ليه يا معلم حكش؟ ما هو يا ابني لو ربنا عايزني أخش كان دخلني من زمان، هو أقمني كده وأنا ماشي مع تصريف الله. تقول له ده أنت أونطاجي، ده أنت فهمت الدرس غلط، ده أنت كده فهمت الدرس غلط. ترضى بتصريف الله لك حيث لا تكليف، أما إن كان هناك تكليف فعليك بالتكليف، لأن التكليف يكون محض تشريف. واضح؟ أدي المعنى. إيه الحاجات اللي ترضى بيها بقى؟ الفقر والغنى، الضيق والسرور، الرزق، الزمن اللي انت عشت فيه. مش تبقى قاعد ندمان احنا ايه اللي جابنا في الزمن القرف ده، ما كنا عايزين نبقى ايام الصحابة. طب ما يمكن انت ايام الصحابة كنت هتبقى في فريق ابو جهل يعرفك. لا تتمنى الا ما اقامك الله فيه، احمد ربك. ما يمكن لو التقيت مع النبي ما كنتش هتراعي الادب معاه، فربنا بعته لك من وراء وراء عشان انت اصلا عندك قلة ادب، كنتش هتعرف تقوم بحق الادب مع الله مع النبي مثلا. ايه عرفك؟ ايه عرفك انت بس وقاعد تختار على ربك؟ اتقدم. الكلام ده كله مين؟ مش ليكوا، للمعلم حكش. يبقى ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لانفسهم، ويقولون فلان بحكم الوقت، اي انه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار له، يعني راضي ما أقامه الله في أمر إلا ورضي به. هذه المعنى. وهذا فيما ليس لله تعالى عليه فيه أمر أو اقتضاء بحق شرع، يعني ما فيهوش تكليف. واضح؟ القيد ده مهم. إذ التضييع لما أمرت به وإحالة الأمر فيه على التقدير زي المعلم حكشة، وترك المبالاة بما يحصل منك من التقصير خروج عن الدين. فهمت ازاي؟ ومن كلامهم الوقت سيف، يعني الوقت زي السيف، اي كما ان السيف قاطع فالوقت بما يمضيه الحق ويجريه غالب. يبقى الوقت كالسيف. ليه؟ لانه يقطع بقضاء اوامر الله عز وجل وما امر فيه كالسيف يقطع الاشياء، لان لابد من وقوع ما امر الله به واراده. وقيل السيف لين مسه قاطع حده، فمن لاينه سلم ومن خاشنه اصطلم، يعني اتقطع. طول ما انت حطت ايدك على عرض السيف كده لين حلو، طب حط ايدك على حده يقطع. فالوقت سلاح ذو حدين، قد تستفيد به وقد يضرك. ادي معنى كلامه. ان لم تقطعه قطعك، يعني إن لم تقطعه في الطاعة قطعك عن الله. كذلك الوقت من استسلم لحكمه نجا، ومن عارضه انتكس وتردى. واضح الكلام، بس المهم بقى السلوك. المهم السلوك في الحياة. الناس كلها فاهمة الحلاوة كلها، حتى المعلم حكشة ده فاهم كل حاجة، لكن ما بينفذش. ليه؟ او انطق، لانه هو راكن الى شهوة نفسه. لكن بقى خلي عندك همة بقى، وحاول تقلد الرجال ان لم تكن منهم. وانشدوا في ذلك: وكالسيف ان لا ينته لا نمسه، وحداه ان خاشنته خشناني. ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت، ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت. يا سلام، يعني كأن الوقت أصبح عمر فيه، عمر تاني ليه لما يساعده الوقت، يعني بتوفيق الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقالوا إن الناس ثلاث أنواع: واحد عنده فراغ فشغله في الطاعة، واحد تاني عنده فراغ فلم يشغله في الطاعة أو شغله في المعصية، واحد تاني ما عندوش فراغ فايه
فأجل كل طاعة لما يجيله الفراغ. الناس ثلاث أنواع. النوع الأول اللي عنده فراغ وشغله في الطاعة هو ده الإيه؟ الذي يغبط. يغبط يعني يحسد، تتمنى تبقى زيه، لأنه ده اللي استفاد، صار الوقت له وقت، يعني صار الوقت في حقه مكسب، صار الفراغ في حقه إيه؟ مكسب، شغله في الطاعة. طيب والتاني اللي هو عنده فراغ لكن لم يشغله في الطاعة، ضيعه كده ولو سبهللة، ولو في المباح، بلاش في المعاصي، خلينا في الأخف، في المباح، يبقى مسكين، مغبون، خسران، مغبون خسران. يبقى الأول مغبوط، والتاني مغبون، والتالت اللي هو أجل كل حاجة لما يجي الفراغ لأنه مشغول، ده عامل إيه؟ ده مغرور. مغرور ليه؟ لأنه أجل كل شيء لشيء في المستقبل قد يأتي وقد لا يأتي، فيبقى اتغر مسكين. فهمت إزاي؟ فأنت عايز تبقى مغبوط ولا مغبون ولا مغرور؟ اختار، وانت فيك عقل وفاهم كل حاجة. ومن ناكده الوقت فالوقت عليه مقت، وعشان كده شركم من طال عمره وساء عمله. فهمت ازاي؟ فصار عمره عليه مقت. فهمت؟ لانه جاب العكس، واللي وقته له وقت اللي هو طال عمره وحسن عمله، يعني شغل وقته في الطاعة. فهمت المسألة؟ وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الوقت مبرد يسحقك ولا يمحقك. مبرد يعني بيستهلكك، بياخد منك، لأن عمرك أنت سنين معدودة وأيام معدودة، فكل شوية قاعد الوقت ده ياخد منك حتة ورا حتة ورا حتة، يسحقك. ولا يمحقك، لا يقضي عليك بالكلية، لأن اللي بيقضي عليك بالكلية ربك بانقضاء الأجل. يعني لو محاك وأفناك لتخلصت حين فنيت. وممكن يقول مبرد يسحقك الله ولا يمحقك، يبقى الفعل هنا، الفاعل هنا يعود على الله مش على الوقت. ممكن تحتمل معنيين على فكرة، إن الوقت نفسه هو الفاعل الذي يأخذ منك، وقد يكون الفاعل في الوقت هو الله. يسحقك ولا يمحقك، والسحق دي درجة من درجات الفناء، والمحق درجة من درجات الفناء. السحق عارف انت لما تسحق الحاجة، تسحقها كده يعني ايه؟ يعني تخليها بودرة، تقوم يجي الريح يفنيها ما يبقاش منها حاجة، ده اسمه سحقت الشيء. والسحق هو الفناء في الذات. فهمت؟ ده نوع من الفناء يكون في الذات. أما المحق فيكون فناء في الأفعال، فلا يرى فاعلا إلا الله. والطمس فناء في الصفات، ألا يوجد موصوف إلا الله، فكل ما تراه هي صفات الحق متعينة في تعينات مختلفة. فدي كلها درجات إيه؟ في الفناء. يعني لو محاك وأفناك، دي أحوال تمر بيها أنت. الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله كان في السحق، حيث أنه لا يرى موجود إلا الله. فهمت إزاي؟ هو نظر بعيني بصيرته إلى كل الموجودات فلم يجد موجودا إلا الله، فسئل في هذه اللحظة فأجاب: ما في أي شيء إلا الله. لا بمعنى في الظرفية، بل معنى في التي تليق بالله عز وجل. فهمت ازاي؟ مش بمعنى الظرف الحلولي، لا، بمعنى ان الوجود بحق، الموجود بحق هو الله، فكان في حال السحق. فهمت؟ ادي المسألة. فدي احوال باطنية بتنعكس بعد ذلك على سلوك يراه الانسان في صورة الفاظ يعبر عنها الولي في لحظة، قد يعبر عن خلافها في لحظة أخرى، لأنه انتقل من حال إلى حال. واضح؟ وقد يكون في حال لا يرى
موصوفا إلا الله، فيرى كل الصفات التي حوله هي صفات الله مش صفات الموصوفين بنسبة التعينات، فلا يرى فاعلا إلا الله ولا يرى موصوفا إلا الله. مش الحديث بيقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فصار موصوفا بصفات الله، وكنت يده التي يبطش بها فصار فاعلا بالله، فصار ايه فانيا في الفعل. فيبقى في اولياء تفنى في الصفة زي سمعه وبصره، وفي اولياء تفنى في الفعل يكون يده وقدمه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وفي من الناس من يفنوا في الكل، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديه، لان النبي فنى في الكل مع كمال بقائه وجمع الجمع، فاجتمعت فيه كل حاجة في النبي. فقال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وقال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. فكان في مقام الصفات والافعال والذات، خدت بالك ازاي؟ كله موصوف. لحسن في ناس يقول لك هو الكلام ده جاء في القران، اه جاء في القران بس انت اللي مش واخد بالك، جاء في القران وانت اللي مش واخد بالك، فهمت؟ يعني لو محاك وافناك لتخلصت حين فنيت، اي تخلصت من العوائق حين فنيت فصرت باقيا به. ادي معنى، اي لو محاك اي عن نفسك وشهوتك واحساسك بغيره فاعلا وبغيره موصوفا وبغيره مريدا وبغيره موجودا، اذا لفنيت عن كل شيء سواه. فهمت؟ لو محاك وافناك لتخلصت حين فنيت، لتخلصت من كل العوائق حين فنيت فصرت باقيا به. فهمت؟ ده كلامه. لكنه ياخذ منك ولا يمحوك بالكلية. لكن ربك ياخذ منك بعض النقائص وما يمحكش بالكلية، ليبقى لك بعض بقية. بعض بقية حتى يتم بها الاختبار. بس. ويتم بها السلوك والاستمرار في السلوك. ادي المسألة. وكان ينشد في هذا المعنى: كل يوم يمر يأخذ بعضي يورث القلب حسرة ثم يمضي. وكان ينشد أيضا: كأهل النار إن نضجت جلود أعيدت للشقاء لهم جلود. زي الزمن كده، كل ما يعدي زمن يجي زمن جديد. وفي معناه: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس أي من مات عن شهوة نفسه والفتنة بغير ربه والانشغال بغير مولاه، ليس من مات عن كل شيء ذلك بميت، بل في الحقيقة هو الباقي، لأنه تعلق بالباقي ولم يتعلق بالفاني. ليس من مات فاستراح بميت، أي استراح من شهوة نفسه، من حجابه، من بعده عن ربه. إنما الميت ميت الأحياء التي حيت نفوسهم وشهواتهم ورغباتهم فحالت بينهم وبين مرادهم. فهمت ازاي؟ ده المعنى اللي هو يريده. وان كان اللي قال الشعر ده ما كانش يقصد كده برضه، كان يقصد معنى تاني. فكل واحد بيحيل المعنى على ايه؟ على حاله اللي هو عايش فيه. والكيس من كان بحكم وقته، ان كان وقته الصح فقيامه بالشريعة، وان كان وقته المح فالغالب عليه احكام الحقيقة. على حسب حالك ووجدك وغلبة الحال عليك. فان غلب عليك الصح يعني اليقظة والفهم والتكليف يبقى قيامك بحقوق الشريعة. إن غلب عليك الغياب والقهر يبقى قيامك بحقوق الحقيقة. فهمت ازاي؟ بس، وهي دي المسألة، والله أعلم. ونقف على المقام يوم السبت القادم. إن شاء الله نذكركم مع تعديل الوقت، هيبقى الدرس من الساعة 9. لكن طول ما الوقت شغالين فيه بالنظام ده الميعاد بتاعنا 10. لأن 10 تعادل 9. في التوقيت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. وجزاكم الله خير. احنا يا دوب هنخش في موضوع الرسالة القشيرية من النهاردة، من اول ما ابتدينا في الوقت. كل اللي فات ده كان مقدمة، كل اللي فات ده كان مقدمة، البداية من النهاردة، من اول ما دخلنا بتعريف المصطلحات.